مرحبا، بحلقة اليوم من ديلايت رح نحضر شوربة العدس النباتية مع الخضار. كرمال هالروسات نحن بحاجة لعدس، فيكن تختاروا الحبة الصغيرة أو الكبيرة تقريباً كباية. كرمال القلية بدنا 5 توم مقطع شرحات، كوب من البصل المقطع رفيع، بقدونس كوب، بندورة كوب، سيلري 3 ارباع كوب، كوب من المغربية، كوبين من الجزر، ملح وبهار حسب الرغبة. أنا هون بلشت حمي الطنجرة، بدي حط شوي من زيت النباتي ما كتير، ونزل فيها البصل والثوم لأعمل القلية. مشاهدينا، أنا هون كنت بلشت قبل بوقت أسلق كباية العدس، خلصت، خفيت عليها، حطيت عليها كمية معينة من المي لحتى تنسلق، وما كترت لأن بعدين من بعد ما نقلي الخضرة بدنا نزيد عليهم مي كمان ليستووا، ونرجع نحط هيدا المزيج فوق العدسات لحتى تنخلط كل الطعمات مع بعضها. بدي ضيف الجزر، والسلري، السلري بيعطي كتير طعمة طيبة لأي نوع شوربة، البندورة، والبقدونس. ألوان هالقلية كتير حلوة، وهالخضرة كتير بتلبق مع العدس. هالشوربة مليانة فيتامينات ونباتية 100%. ضيف بهار، وملح حسب الرغبة، من بعد 10 دقايق هالخضرة بلشت تستوي شوي، بدها تكمل استوى بمية الغلي، رح زيد عليها كمية معينة من المي ما كتير بس لحتى تطرى شوي، كمان منتركها فترة 10 دقايق شوي تغلي لأنه بعدين بدنا نضيفها للعدسات. مشاهدينا، تقريباً الخضرة استوت بعد 10 دقايق، والعدس كمان استوى. رح ضيف الخضرة على العدسات، وارجع حطهم على النار كلهم سوا. بدنا نحركهم شوي هون بهالمرحلة، بدنا نضيف لهم كمان شوية بهار بعد لننكهن. في عندي هون كوب من المغربية، اخترت المغربية، فيكن تحطوا غير نوع من النشويات، بس بما انه تنعطي مثل المعكروني بيكون داخلها البيض، فإذا بدنا نكون 100% نباتية فبدنا نختار مكون ما في بيض،
فأنا اخترت المغربية. المغربية بدها 5 دقايق بتكون استويت. مشاهدينا، هيدي هي شوربة العدس، خلصت من بعد ما سمكت الصوص فيها واستوت المغربية. رح نسكبها. بدنا نزيد عليها شوية زيت زيتون، وإذا بتحبوا على راحتكم شوية حامض. ألف صحتين.